ضيفنا لهذا اليوم نتحدث عن الشاعر موسى بن عزرة، صفحة 31. بعد أن أخذنا الدروس السابقة الشاعر شلومو بن جبرول والشاعر شموئيل هناجيل، درسنا لهذا اليوم هو الشاعر الثالث موسى بن عزرة. الشاعر هو أبو هارون موسى بن يعقوب بن عزرة، شاعر وفيلسوف ولغوي يهودي أندلسي، كان يعني إلى أثر بارز على الثقافة الأندلسية في زمانه. أخوه أيضا كان شاعر هو أبو إبراهيم إسحاق، هو تولى تربيته، وكانوا من عائلة ثرية وعريقة في إسبانيا. موسى بن عزرة، نبدأ الدرس. مشورير إفري نولد بغرينادا شبه فرادة مسلمين بمشبخة يهوديت ميخو بيدت ميفو سيست بزاخة لهس كلامة كيفا جن بتخوم هيهودوت بجن بتخوم همدع في هالتربوت هعربيت بغرينادا كاتب السفر هعناق وبو ميختامين بشيرين بتصارين بني شتاين بشش شروط بمقابون نوسئين مشيرات هخول مشيرات يديدود في تهلا شيري أهابا وطيبة بجم معاد شيري بريدا ذكنا وموت. شاعر إبري ولد في غرناطة في إسبانيا المسلمة لعائلة يهودية مبجلة محترمة أو موقرة راسخة ومتينة ميغوفيدت وميفوسيست. نال ثقافة شملت أيضا مجال اليهود ومجال العلم والثقافة العربية في غرناطة. كتب كتاب هأناق أي كتاب القلادة، كتاب القلادة وفيه قصيدة مختاميم، وفيه يعني مختاميم أما تكون هي قصيدة نقدية قصيرة أو أقوال مأثورة، قصائد قصيرة تكون ذاتها بين 2 أو 6 أسطر، بين 2 و6 أسطر، متعددة الألوان في المواضيع، من تضم من الشعر الدنيوي أشعار يديدوز صداقة تهلا التسبيح أو التمجيد، قصائد أهضاء الحب طيبة الطبيعة، وأيضا قليل من أشعار بريدا الفراق أو الوداع ذكنا الشيخوخة ومبيت والموت قصائد الموت. سفر زي معيد عن شليطاتو همفلقة شلموشي بن عزرة بلاشون هعربيت وبو هشتمية شلعتين كيروود بالسمودين مسخاكي لاشون همي بوصاصيم عالمليم شي كتيبتان في هاريتان زيهه أخ مش معوطان شوني. هذا الكتاب اللي قلنا هو هأناق الكتاب القلادة يشهد على سيطرته هم مفلقة سيطرته العجيبة لموسى بن عزرة باللغة العبرية، وفيه استخدم أحيان متقاربة السمودين، السمودين اللي هو الجناس اللي تذكروه في أخذنا هذا الموضوع في موضوع مأفيني هالسوقيم شيل شيريها خول بسفراد اللي هي أن تحدث عن خصائص الأنواع في الشعر الدنيوي في إسبانيا. السمودين قلنا يشنام شبعة سوقيم للسمودين أخذناها اللي هو الشاليم والجزري والشوني أود والباسوك والنوساب والشوني تنوعة والمركب، 7 أنواع للسمودين احنا أخذناها. ومسحاكي لاشون اللي هو يتحدث عن التلاعب اللغوي وهو من المحسنات اللفظية المستخدمة أيضا في القائمة. نكمل القائمة والمبنية على كلمات كتابتها ولفظها تكون متطابق لكن معناها يكون مختلف. بغرينادا، بغرينادا هتبعد موسى بن عزرة لشيراتو شن يهودا هلاوي، وبين هالشانيم هتبطخا يديدود عروخا عد لموتو شل موسى بن عزرة كشيها يا